يعتبرونا بني ادمين، بني ادمين. يشوفوا موضوع الشقق بتاعتنا دي اللي الناس دي هتقعد فيها، ماشي، يشوفوا يبعتوا لنا لجنه تشوف عقار رقم 7 اذا كان هيتنكس ولا هيزيلوه ولا يعملوا معانا ايه. احنا مش عايزين نتزال، احنا عايزين قرار تنكيس اللي احنا كسبتنا، لان اكلنا وشربنا وحياتنا وشغلنا في المنطقه دي. ما جالكوا انذار قبل كده؟ ما جالناش اي حاجه. احنا كل اللي حصل معانا اللي فيه بيت رقم 9 اتبنى جديد، اتبنى مخالف، اتبنى بالرشاوي، اتبنى بفلوس تحت الترابيزه بيقولوا، بنوا عقار تقيل قوي 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 بثبت خرسانه جامده قوي، وبلغنا بكده مفيش مسؤول جه عبرنا. ولما جه مسؤول قال كلمه جميله جدا، قال لك لا لا تمام تمام، متين مش هيأثر عليكم في حاجه. هو ده اللي عمل تصدعات، وقع البيوت وعمل انهيار في البيوت الناحيه دي والناحيه اللي ايه اللي ورانا، بس عشان هم معاهم ماديات عاليه قدروا هم يرشوا، طالعين اذن بدورين طلعوا 4 ادوار ولسه يطلعوا تاني، لان اللي معاه ظهر ما بيتضربش على بطنه في البلد دي، معاهم وصايل ومعاهم فلوس بتحرك اي حاجه، لان احنا لسه في زمن الفساد والرشاوى. احنا لسه في زمن الرشاوى. انا ليسانس اداب دفعه 98 اسم انجليزي، معايا دبلوم ترجمه فوريه ودبلوم ترجمه مهنيه، في ظل العهد البائد والفساد انا ما اتعينتش. والدي جاب لي ورشه كاوتش بشتغل فيها، ماشي، بشتغل فيها عشان اكل عيالي حلال، وكمان عايزين ينزلوا البيت عشان ما اكلش عيالي، اروح بقى اشحت، اروح في اي حته اشحت فيها. هي دي الحكومه، هو ده اللي احنا انتخبناهم، هو ده السيد رئيس الوزراء بنين محلب اللي قال لك دي وزاره الشوارع، هنمشي في الشوارع ونصلح اي اخطاء. هي دي الوزاره اللي الفريق عبد الفتاح السيسي قال له خلي بالك من الفقير، خلي بالك من محدود الدخل، ده هتحصل ثوره جياع لو ربنا ما بص ما نزلش في قلوبهم الرحمه، هنصور احنا عليهم والله العظيم هتبقى ليها قومه. شكرا يا فندم.